قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي. هكذا ينبغي للداعية إذا نهى عن شيء أن يفتح بابا آخر، وهذا معلوم في من تتبع نصوص الكتاب ونصوص السنة، يجد أن الشرع ما ينهى عن شيء إلا ويوجد له البديل. ومرت معنا أمثلة من بينها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أيضا من قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أنهم كانوا إذا أتوا إلى واد قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. وهذه مقولة شركية. فجاء الإسلام بالبديل عند مسلم حديث خولة: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وكذلك فإنهم لما اعتادوا على أن يقولوا ما شاء الله وشئت، أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وكذلك في من سأل عن بيع الصاعين الرديئين بالصاع الجيد من التمر، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال: بع الجمع وهو التمر الرديء بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا وهو التمر الطيب. والأمثلة في هذا كثيرة، ومن بين هذه الأمثلة هنا قال: لا تتخذوا قبري عيدا. الباب الآخر المفتوح: فصلوا علي. وهذا فيه توجيه وتربية للدعاء إذا نهوا عن شيء أن يبينوا ما هو البديل. ولذا إذا استفتي عالم عن أمر هو محرم كمعاملة مثلا، يبين حرمتها ثم يضع البديل لمعاملة